نروح لملعب المباراة، صالة الأمير عبد الله الفيصل، وزميلي أدهم ندى، ولقاء مع رئيس نادي سموحة المهندس فرج عامر. لك الكلمة زميلي أدهم. برحب بك كابتن خالد العوضي، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، واكيد الترحيب موصول لكل ضيوفك في الاستوديو من داخل صاله الامير عبد الله الفيصل، وقبل المباراه المرتقبه ما بين النادي الاهلي ونادي سموحه في نهائي البطوله الافريقيه للانديه الابطال لكره الطائر الرجال. يتواجد معايا الشخصيه الرياضيه الاولى في نادي سموحه، المهندس فرج عامر، رئيس مجلس اداره نادي سموحه. مهندس فرج عامر، مشرفنا ومنورنا اولا على قناه النادي الاهلي، ثانيا على داخل اروقه وجدران النادي الاهلي. حرص حضرتك على متابعه المباراه اكيد بيؤكد اهميه المباراه بالنسبه لحضرتك وبالنسبه لمجلس اداره نادي سموحه. طبعا انا بشكر حضرتك طبعا، وبوجه التحيه لقناه النادي الاهلي وللنادي الاهلي ولجميع المشاهدين والاستوديو. وطبعا احنا حريصين جدا ان احنا نيجي هذه المباراه، لان دي بطوله قاريه، يعني دي نهائي قاره، فشرف ان احنا لنا الشرف ان احنا نلعب في نهائي بطوله افريقيا للكره الطايره. واكيد طبعا انا سعيد جدا ان اكون متواجد في النادي الاهلي، مش اول مره طبعا اتواجد في النادي الاهلي، لكن اول مره اتواجد في صاله الامير عبد الله الفيصل، وانا سعيد جدا ان اكون موجود فيها. اكيد حضرتك بالنسبه للمباراه النهائيه اكيد حضرتك متابع لكل الانشطه الرياضيه اللي موجوده في نادي سموحه. بالنسبه لنادي سموحه وصل للمباراه النهائيه، شايف حجم استفاده فرقه نادي سموحه الفنيه من بطوله بينظمها الاهلي ازاي؟ طبعا حاجه جميله ان احنا نوصل لنهائي بطوله افريقيا للكره الطائره، شيء عظيم وانجاز عظيم. وطبعا بشكر النادي الاهلي ان هو نظم هذه البطوله، لان طبعا ده حدث افريقي كبير قوي، ولما مصر تحتضن هذا الحدث ويجي كل ابطال افريقيا وكل الناس المسؤولين عن افريقيا وناس من الاتحاد الدولي تيجي البطوله دي، ده شرف لمصر وشرف للنادي الاهلي، واحنا طبعا سعداء بتواجدنا فيها. وهي كانت منافسات قويه جدا وكانت منافسات صعبه جدا، والحمد لله انها اصفرت عن فريقين مصريين. احنا طبعا عارفين ان الاهلي بيضم الغالبيه العظمى من المنتخب مصر، وعندكم طبعا الاهلي عنده محترف روسي على مستوى عالي جدا، لكن سموحه فرقه مجتهده جدا وفرقه بتؤدي اداء بطولي، وكلهم شباب صغيرين من اعضاء النادي، فهتبقى لكن انا بعتقد انها هتكون مباراه متكافئه جدا، ونتمنى التوفيق للي يلعب افضل. لكن انا طبعا انا رئيس نادي سموحه، اتمنى سموحه تكسب. واحنا بالمناسبه مش بنلعب في نهائي افريقيا دي بس، احنا بكره برضو هنلعب الاهلي في كره اليد. احنا طلعنا اول مجموعه، وطبعا كان الاهلي هو الاقدر بانه يكون اول مجموعه في المغرب برضو، لكن لسبب او لاخر هو طلع التاني. فانا والله زعلان جدا احنا نلتقي في دور التمانية، كنت اتمنى ان احنا نلتقي مع الاهلي في النهائي. واحنا كمان الحمد لله وصلنا لقبل نهائي الكرة الباسكت، وبرضو سموحة بيلعب نهائي او نهائيات الهوكي، فيعني احنا سعداء جدا. الاهلي طبعا نادي عريق جدا، لكن سموحة طبعا نادي مجتهد جدا، وبنبذل قصارى جهدنا في الرياضة، وهي الرياضة دي اللي بتلم الشباب وبتعمل حاجة جميلة وتخلي الأندية الجميلة تلتقي مع بعض والمناسبات السعيدة. وطبعا أنا بحب الأهلي، مش عايزة كلام يعني، مش عايزة كلام، أنا راجل أسرتي كلها أهلاوية، وسموحة أولا لغاية 10 وبعد كده الأهلي على طول، لكن هو نادي المفضل الأهلي طبعا، أنا أهلاوي. علاقة نادي سموحة بعلاقة النادي الأهلي دايما علاقة فيها ود واحترام وتعاون واحترام متبادل، فكر وجهة نظر حضرتك عن العلاقة وأواصر المحبة والأخوة اللي ما بين النادي الأهلي ونادي سموحة. أولا أنا علاقتي الشخصية بالكابتن محمود الخطيب علاقة طويلة جدا ممتدة لزمن بعيد جدا. أنا يعني أصلا من محبيه جدا، هو بيلعب كورة، وبعدين اتولدت صداقة بيني وبينه كلها احترام وحب وتقدير، وأنا بحبه جدا وبتمنى له كل توفيق، وهو يستحق ذلك. هو راجل جدير بقيادة النادي الأهلي، وأنا متابعه على طول، لأن طبعا الكابتن حسن حمدي برضه كان صديق الروح بالروح، فعلى مر السنين والأيام تربطني علاقة ودودة جدا وعلاقة حب واحترام للنادي الأهلي. وأوقات كتيرة جدا بيحصل تكامل بيننا وبين النادي الأهلي، لو الأهلي طالب أي حد بيبقى الأولوية طبعا للنادي الأهلي في أي حاجة والتعامل. وإحنا برضو لما الأهلي بيطلب محترف عشان يلعب معاه في الهاندبول وياخد حد من عندنا، إحنا حتى بنديه للأهلي من غير أي علاقات من أي مقابل مادي، إكراما للكابتن محمود الخطيب وإكراما للأهلي. والأهلي وإحنا بكرة هنبيع تذاكر الأهلي في المباراة الأفريقية، وإحنا بنساند بكل روحنا يعني، ونتمنى إن الأهلي يكسب، لأن هي كانت مباراة غادرة،
يعني من وجهة نظري هي كانت غادرة، كانش الأهلي متوقع أبدا أن يحصل كده. وساعات بيكون اللعيبة عندهم ثقة زائدة وعارفين أن هم أبطال وكبار قوي على الفريق ده، فساعات كده بتحصل لحظات خائنة وبيكون اليوم مش يوم. لكن إن شاء الله بإذن الله الأهلي يتخطى هذه الكبوة. وطبعا الأهلي لما يكسب ده مصر، ولما سموحة تكسب دي مصر، فإحنا مصر بلدنا وعايزينها أحسن دولة في العالم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كنت مشرفنا ومنورنا على قناه النادي الاهلي. انا بشكر سيادتك، بشكر قناه الاهلي، بشكر الاهلي، وبتمنى الخير والتوفيق لمصر كلها وللنادي الاهلي ولسموحه ايضا. شكرا مشاهدينا، ده كان لقائنا مع المهندس فرج عامر رئيس مجلس اداره نادي سموحه. عوده مره اخرى للاستوديو، لكن الكلمه كابتن خالد العوض. شكرا زميلي ادهم ندى من ملعب المباراه من صاله الامير عبد الله الفيصل في نهائي البطوله الافريقيه.